مباشرة من العاصمة البلجيكية بروكسل الكاتب والصحفي ربيع شعار، أهلا بك. أهلا وسهلا. إذن قمم ثلاث، اثنتان منها طارئة، أجندتها الأولى إيران، تنديد وتضامن عربي خليجي ضد طهران. هل نرى ربما خطوات عملية تالية القمم أو ربما بصيغة أخرى، ما هي رسائل المجتمعين لإيران؟ نعم، حياكم الله. هي رسالة ليست فقط لإيران وإنما للمجتمع الدولي، لأن الدولة الإيرانية أصبحت فعلا عدوا لدول المنطقة ولشعوب دول المنطقة. هي تتدخل بالشؤون الداخلية لتلك الدول، هي تروج للطائفية وتحض أيضا على الحروب الطائفية وتدعم طائفة معينة وأيضا تحرضها على القيام بعمليات إرهابية ضد استقرار تلك الدول العربية. هي رسالة للمجتمع الدولي أن يجب أن نتضامن جميعا لكف يد العدوان الإيراني عن المنطقة وعن العالم. نعم. اليوم هناك رسالة للعالم بأجمعه بأنه لا يستطيع أحد في العالم كله أن يعتدي على السعودية أو على الدول العربية. نعم، دلالة المكان، يعني دلالة المكان والزمان تعبران عن سعي الرياض للعب دور ربما ريادي. هل تستطيع فعلا المملكة العربية السعودية إعادة لحمة العربية، خصوصا والخليج يمر بفترة صعبة جدا؟ سيدتي، المملكة العربية السعودية هي عمود الخيمة العربية والإسلامية اليوم. هي الدولة الوحيدة التي تواجه إيران عدو المنطقة، التي تحتل الجزر الإماراتية، والتي تحرض على الطائفية، والتي تقتل الشعوب العربية المسلمة في سوريا وفي العراق وفي لبنان وفي اليمن. هذه الدولة التي تدعم العصابات الإرهابية الحوثية مثلا بالصواريخ لتقصف مكة المكرمة. طبعا للزمان والمكان دلالة كبيرة، القمة انعقدت في مكة المكرمة حيث تهفو قلوب كل العالم الإسلامي إلى ذلك المكان. هذه رسالة صارمة حاسمة لإيران، أنه لو أردت الحرب قائمة على إيران، هناك حرب اقتصادية، هناك عقوبات تكسبها من الداخل، ولكن إن أردت أن تتصرف بحماقة وتهور أكثر فنحن لها. نعم، كآخر سؤال مرتبط بواشنطن، التخوفات الأمريكية، ألا تراها ربما وسيلة أخرى للضغط على دول المنطقة وكسب تنازلات من الطرفين سواء إيران أو الدول العربية؟ الدول العربية لم تعتدي على أحد لكي تتنازل، التنازل يجب أن يكون من طرف إيران، إيران هي التي تدعم العصابات الإرهابية التي تعتدي على الدول العربية، إيران هي التي تحتل الأرض العربية، الجزيرة الإماراتية والأحواز العربية، إيران هي التي ترسل عصاباتها الطائفية العنصرية لتقتل أبناء الشعب السوري، وتقتل أبناء الشعب اللبناني، وتقتل أبناء الشعب العراقي، وتقتل أبناء الشعب في اليمن، إيران هي الدولة المعتدية، هي التي يجب أن تتنازل، وهي التي يجب أن تكف أيضاً عن تهورها وحماقاتها، وإلا فالسيف موجود، والحشود العسكرية أكبر دليل على أن هناك ضربة عسكرية صارمة وقاسمة للدولة الإيرانية وتفكيكها إلى ثلاث دول إن هي حاولت أن تمنع امدادات النفط العالمي أو تعتدي على أي دولة عربية في المنطقة. نعم، الكاتب والصحفي السوري ربيع شحار كنت معنا مباشرة من بروكسل، شكرا جزيلا لك.